السلام عليكم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن كنز كبير جدا من كنوز التغذية للرضع والأطفال، وللأسف الكنز ده مش واخد حقه. هنتكلم عن التين المجفف، خليكم معانا. بما أننا داخلين على شهر رمضان، وده الشهر اللي معظم الناس بتبتدي تجيب الفواكه المجففة واللي منها التين المجفف، فكان لازم أتكلم عليه في التوقيت ده. التين المجفف بيقدم فوائد ضخمة جدا للرضع والأطفال. أول حاجة، التين المجفف نقدر نقدمه للأطفال من عمر قد إيه؟ نقدر نقدمه من إتمام الشهر السادس، يعني الطفل يتم 6 شهور، ولكن في شوية شروط ركزوا فيها كويس جدا. أول حاجة، اختيار نوعية التين المجفف، ودي نقطة مهمة. التين المجفف اللي هنشتريه نتأكد إنه مجفف في الشمس بطريقة طبيعية بدون إضافة أي مواد كيماوية. ليه؟ لأن التين المجفف أحد الأطعمة اللي فيه بعض الطرق في تجفيفه بيستخدموا فيها مادة الكبريت، والمادة دي ليها بعض الأضرار على الأطفال، اللي أهمها حدوث حساسية أو تحسس عند بعض الأطفال وأضرار تانية كتير. فلما نيجي نختار التين المجفف نتأكد إنه مجفف تحت الشمس بدون استخدام مواد كيماوية، دي نقطة مهمة. النقطة التانية، لما نيجي نقدمه للأطفال الرضع الصغيرين اللي عمرهم أقل من سنة، ما ينفعش نقدمه بصورته دي لأنه بيبقى صلب جدا، لازم ننقعه في المية ليلة كاملة لحد ما يبقى لين، يبقى طري، وبعدين نهرسه كويس جدا ونضيف منه على أطعمة الطفل. نقدر نضيفه على الزبادي، نقدر نعمل التين المجفف المهروس مع التفاح المهروس، نقدر نضيفه على الشوفان، نقدر نضيفه على الأرز. لو طفل عمره أكبر من سنة برضو التين المجفف بننقعه كويس في مية دافية طول الليل ونهرسه كويس مع الحليب. الطفل يشرب حليب موجود فيه التين المجفف، بس لازم الطفل يكون عمره أكبر من سنة. كلنا عارفين ان شرب الحليب الطبيعي ممنوع على الأطفال اللي عمرهم أقل من سنة. أو أي صنف تاني من الطعام تقدر تهرس التين المجفف وتضيفيه ليه، هيبقى هايل جدا. طيب، إيه فوائد التين المجفف للأطفال؟ عدوا معايا. أول حاجة، التين المجفف سعراته الحرارية عالية جدا، فهيبقى أكل ممتاز جدا للأطفال اللي بيعانوا من النحافة، اللي بنحتاج إن احنا نزود لهم سعراتهم الحرارية في الأكل علشان يزيدوا في الوزن. لكن في نقطة مهمة عاوز أأكد عليها، علشان نعالج النحافة ونزود وزن الطفل مش مطلوب إن الطفل ياخد سعرات حرارية فقط، دي نقطة مهمة. مطلوب إن الطفل ياخد سعرات حرارية عالية لكن لازم ياخد بروتينات كويس، لازم ياخد فيتامينات ومعادن كويس، والفيتامينات والمعادن في التين المجفف كويسة جدا. لكن قصدي أقول ما تعتمدوش على الأطعمة اللي سعراتها الحرارية عالية فقط، لازم يكون معاها أطعمة غنية بالبروتين زي البيض، زي اللحوم الحمراء، زي الأسماك. كل دي حاجات هتساعد طفلك على إنه يزيد في الوزن بصحة كويسة جدا. طيب، السعرات الحرارية كمان اللي موجودة في التين المجفف بتمد جسم طفلك بالطاقة، تخليه يلعب ويتحرك ويقوم بأنشطته من غير ما يحس بالتعب والإجهاد بسهولة. كمان التين المجفف فيه مجموعة كويسة من فيتامينات ب مركب، فبيعتبر فاتح شهية طبيعي للأطفال، وكمان بيزود من إنتاج الطاقة داخل الجسم. بالمناسبة، التين المجفف كمان أحد الوصفات الممتازة جدا ليه اللي ناس كتير بتعملها. بيجيبوا التين المجفف يحطوه في بطرمان ويحطوا عليه زيت زيتون بكر ممتاز، بينقعوه فيه وبعد كده بياكلوا منه. لكن طبعا في الحالة دي مش هينفع نقدمه للأطفال الصغيرين، لازم عمر الطفل يكون أكبر من 4 سنين، يكون بيعرف يمضغ وياكل ويقطع التين المجفف، فده مش هينفع للأطفال الصغيرين إلا لو إحنا هنهرسه ونقدمه للطفل. الوصفة دي ممتازة جدا 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 للأطفال وللكبار، هايلة، لأن احنا أضفنا للقيمة الغذائية بتاعة التين المجفف دهون صحية موجودة في زيت الزيتون، علينا سعراته الحرارية جدا، فهيبقى مفعوله في زيادة الوزن هايل جدا. كمان زيت الزيتون وكل فوائده اللي بيغذي المخ وبيزود من قدرات الطفل العقلية وبيزود التطور العقلي، بيزود ذكاء الأطفال، بيزود وزن الأطفال، مضادات أكسدة ممتازة جدا بتحمي خلايا الجسم من التلف وبتحمي الأطفال من الإصابة بالسرطان، وفوائد ضخمة جدا جدا للوصفة دي. فالوصفة دي حافظوا عليها للأطفال وللكبار. طيب، ايه كمان من فوائد التين المجفف؟ التين المجفف فيه نسبة كالسيوم ممتازة جدا، هتقوي عظام طفلك واسنانه وهتساعده على التطور الحركي. تلاقي طفلك بيمشي في ميعاده، بيحبي في ميعاده، بيقعد في ميعاده، ما يتأخرش معاكي في التطور الحركي. كمان التين المجفف احد الاطعمة الممتازة جدا جدا لاي حد عنده امساك، سواء اطفال او كبار، لانه غني جدا بالالياف، فبيحسن عملية الهضم، بيعالج الامساك،
وبيعالج عسر الهضم، وكمان بيغذي البكتيريا النافعة اللي موجودة في الجهاز الهضمي، ودي بتعالج الإمساك وبتحسن عملية الهضم. فلو طفلك بيعاني من الإمساك تعمل إيه؟ تني المجفف زي ما قلنا، ننقعه في مية دافية ليلة كاملة، وضيفي منه على الزبادي، ضيفي منه على الشوفان، ضيفي منه على الأرز، ضيفي منه على التفاح، حطيه مع أطعمة تانية، هتلاقي طفلك بقى بيعمل براز وهو مرتاح. لكن زودي كمية السوائل برضو اللي بتديها للطفل. خدوا بالكم الأطفال اللي عندهم إمساك بنحتاج نديهم ألياف كتير زي اللي في التين المجفف، وبنحتاج نديهم مية كتير، علشان ده برضو بيلين البراز ويخلي عملية الإخراج عند الطفل أسهل بكتير. فدي فايدة مهمة جدا للتين المجفف. التين المجفف كمان غني بفيتامين كاف، فيتامين كي، وده مهم جدا على فكرة لتقوية العظام، ومهم جدا لتصنيع عوامل التجلد داخل الجسم. كمان التين المجفف غني بالبوتاسيوم، وده مهم جدا لصحة القلب، وكمان بيقوي عضلات الطفل. والتين المجفف برضو غني بالمغنيسيوم، وده بيساعد الأطفال على الاسترخاء والدخول في النوم بسهولة، وكمان بيقوي عظام الأطفال. يبقى كده التين المجفف فيه كالسيوم ومغنيسيوم وفيتامين كي، التلاتة دول مهمين جدا لقوة وصلابة العظام، مهمين جدا في مساعدة الطفل على التطور الحركي. كمان التين المجفف غني بمضادات الأكسدة، ودي بترفع مناعة الطفل وتقلل معدل إصابته بالأمراض، بتحمي خلايا الجسم من التلف، وبتحمي الأطفال من الإصابة بالسرطان. آخر حاجة، التين المجفف بيبقى فيه نسبة صغيرة من فيتامين ألف وفيتامين سي، ودول مهمين جدا في رفع مناعة الأطفال. نقول تاني الوصفة السحرية اللي لازم تحافظوا عليها، هو التين المجفف المنقوع في زيت الزيتون البكر الممتاز، ودي برضو نقطة مهمة، نختار زيت الزيتون البكر الممتاز المعصور على البارد العصرة الأولى، ده أفضل نوع زيت زيتون، فيه فوائد مهولة جدا. لو حافظتي على وجود البطرمان ده في البيت، ده بيعتبر صيدلية في بيتك، بيرفع مناعة الطفل، بيعالج الإمساك، بيحسن الهضم، بيقوي العظام، بيزود وزن الأطفال اللي بيعانوا من النحافة بشكل ممتاز جدا. لكن لو هنقدمه لطفل صغير، طفل رضيع، لازم نهرسه كويس جدا ويبقى قوامه سهل البلع، ونضيف منه على طعام الطفل. لكن لو طفل كبير أكبر من 4 أو 5 سنين بيعرف يقطم وبيعرف يمضغ وبيبلع كويس، نقدر ندي للطفل حباية تين أو حبايتين في اليوم، هيبقوا ممتازين جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لنا فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. شوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله على خير. سلام.